أرفع راية التوحيد والديني. مرحبا، جزاكم الله خيرا. داقم تملسنال. نعم وندموتك عرفت بفي سنة ينبرو سلك إياما إلت لن زقاجلت ميقبا لن زنقاو معيقبا يونا مهونين وصورة الفاتحة ياسم مربت يولا نبري عينو. جزاكم الله خيرا. اندان زنقاو قتلا من ملكتو صورة الفاتحة ليلة وتكرت عدد رقبت نتب عبادة علينو مالت إنو يتفتن البت على ماماتو تملكتو كصورة الفاتحة وسان كما يسبلو تنقروش عملو كزي قدم بايناتشو بروغراما وشاتشن صورة الفاتحة انقب قابي صورة اعظم صورة في القرآن. الله سبحانه وتعالى كاورد القرآن است متو أسرى أرات صورة وشالو كنزي است وأتلقوا صورة مقراف يتبايلت صورة الفاتحة نون ترى صورة الفاتحة إينا مسلة تلق صورة يتبايلت من بيزم است أولاي يمن ديك إلا استيانا ساي بن قبال عاون لك نون سوستون توحيد كفولو تيزوال الحمد لله لله سنين توحيد الألوهيان يزوال رب العالمين سنين توحيد الربوبيان يزوال الرحمن الرحيم سنين توحيد الأسماء والصفات يزوال عندنا مالك يوم الدين سنين دقمو يك إيامان إلت جنة جهنم قبر كموت بالا سلال وقر هلو بوست أكواتر إيه وصاي نتبنو بتعمل عند بقادي متمنى سويت خير سرا عندي صاروا ميان ناس عساتشوا سويت كمان جر عندي كو عندي كو تابو مياس قد داتشوا ميا درجاتشوا كموت بوهلا يالوني حياة سيملكتونو كاتلو دقمو إياك نعبد إلهي أنت بتشار من نعملك يا الله إياه الله ما ملك يالله بنموني جلسان يدوم من دنو يتفتر كبة علامة ينقرني سورة الفاتحة يتفتر كبة علامة لمن بتفتر كالزمجي تملكت الله سبحانه وتعالى بكن أسراس بيان سمات بيان سل من لماتنو بواجب صلاة بيتشا ماتنو بامستوقت صلاة بواجب صلاة بيتشا أسراس بات تقزي فاتحة يكرر قبل ياسي السجد بعد ياسي السجد صلاة الليل سيسجد صلاة الضحى سيسجد وزت تلأيو صلاة وش سيسجد ودقمو ما عاد قزي نماتنو ميكرراو سورة الفاتحة ترى بزي بتكرراو وستو هليم الله لن يمن يستوسنو يتفترى تبتن على ما ترسو إيالنو إياك نعبدو اللهم انبرونا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سونم هنا جن الفتركنم إنين بچا اندي عملكون انجي يلال الله ثلاثة سورة الفاتحة من تلالج بكل بيانس أسرع سبات جزي يتفتر كبة ألامة يتفتر شبة ألامة آترشي السن من دنو عبادة الله المملك يا الله دار يا مهون الله المجزاتنا لازم الله يخلق أتشو جيد يمان دار يا الله من مالت يا الله دار يا مهون مالت ينفسياش باريات تهوني يسو باريات تهوني يشيطان باريات تهون الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إن أنت يا آدم ليدوشوي شيطان أتملكوت يا الله من معتنو لا شيطان أتتعزز مملك مالتكو ندو عمل لكون يعمل لكونو كيرين عمل كوالو بلو من نادي مورات بتشاكوا للم مملك مالت لون أكال سجود مورد بتشاكوا للم مملك مالت لون أكال ركوع مورد بتشاكوا للم مملك مالت تلوك انا قرمان دلو لبن قلبن لهون اكان مستت بمسجد لون اتشلال بمفرات بمافكر بممكات بمكجل بممين لبن كست او لزاكال يا اكان يعمل لك كونو لبن ست او مالت دقلو تكترو من المتقال مسجدو يمتقال وكو مردو يمتقال قنزب المستت يمتقال قزين المستت يمتقال نقق ملاس تناغر يعلم تناغر على سرع يعلم تسرع على طوي يعلم لمن قلبن وسدو على عندي لذي الله لا تعبدوا الشيطان شيطان أتملكوا بلوسيلة من مات لا شيطان أتتعززوتنو أتتعززو لذي إني إياك نعبدو أنت بتشان ما عملك وصل يا الله إني أنت يفتركني أنتنا يتفتركتم يفتركني أنتن عند عملك هنو لذي أنت بتشان ما عملكو نفسي يعني على ملكم شيطان على ملكم سوني بور على ملكم مننم على ملكم مالت إني أستين لمنم ألستم أكالينم لمنم ألستم إينو ملكتو بسورة الأنعام الله من قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قرآن الله وأنا أول المسلمين لأن
በሌላቸው ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነ ሰላቲ ስግደቴም ወንሱኪ ሐጅም እርዴም ወመህያየ ህይወቴ በሙሉ ይገባቻል። ህይወቴ ማለት ህይወቴ በሙሉ እስትንፋስ ጭምር ኮ ህይወት ይባለው። አሁን የምተነፍሳት እስትንፋስ የኔ ህይወት ነች። እናንተውን ስትከታተሉኝ የምትተነፍሷት እስትንፋስ ህይወታችሁ ነች። ይህ እስትንፋስ ጭምር ማለት ነው። ወመማቲ ይህ እስትንፋስን ተቋርጦ ወደ ሌላ ዓለም ሲቀየር ስሞት ረሳም ሲሆን ሊላህ ረብ العالمين ይህ ሁሉ ለአላህ ነው። ይህ ሁሉ ማሳልፎ አላህ በሚፈልገው መልኩ ብቻ ነው። ላ ሸሪከ ለው ማንንም አይጋራይም። በቃ ለማንንም አልሰጥም ህይወቴ ለማንም አልሰጥም። ላ ሸሪከ ለማንም ይጋራይ የለም። በዚህ ነው የታዘዝኩት ብለህ በል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይህ ነው ያ ከነዓቡድ ማለት ያ አላህ ሐያቴን በሙሉ አንተ ለዚህ ነው ሐያታችንን በሙሉ ለአላህ መስጠት ስላለብን ነው። ይህ እንዳንረሳ ነው። በቀን ቢያንስ 17 ጊዜ እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ፣ እኔ አላህን ብቻ ነው ማመልከው፣ አላህ ነው የሚገዛኝ፣ ምፈራው፣ ምከጅለው፣ ምነካበት፣ ምን ሞልለት፣ ሁሉ ነገር ሞልለት ለአላህ ብቻ ነው በል ብቻ የምትለው እንዳትረሳ። ለምን አንዳንድ ሰዎች አላህንም ያመልካሉ ነፍስያንም ያመልካሉ ሸይጣንንም ያመልካሉ ቀብርንም ያመልካሉ ሼኽን ብሎ ያመልካሉ ወልይን ብሎ ያመልካሉ ሌላም ብሎ ያመልካሉ ሌላም ብሎ ያመልካሉ? ይሄን አላህ አይፈልግም። አላህ ያምልኮ አክሲዮን ማህበር ውስጥ መግባት አላህ አይፈልግም። ያጀማተል ኸይር አላህ አይፈልግም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻዬን የፈጠርኳችሁ ብቻዬን አምልኩኝ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ሱረቱ ፋቲሃ ይሄን ያስተምራል። إياك نعبد يتفطراچوبتن علامة ترسو باورغي يال دغمو ازا قطلو ماتنو يتفطراچوبتن علامة عبادة نو عبادة وستادرغوت گن يمون عبادة يهن باچو انسا يبلطوچ عبادة يهن مندنو سو إياك انتن بتشا بلاچو ملكو الله ني ياملكاچو بليلا نغير كقلاقلاچوبت واغا يلم بقى تبلاش ماملكونس املكال نغير گن نفسي ياغبتابتال شيطان غبتوبتال دنيا غبتوبتال اكلي ولي بلال اكلي شيخ بلال اكلي حابت اكلي باي سلطان اكلي 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 نغراتوچو متقلاقلوبت اكسيون سلنبره اني دمو اكسيون الفلغم خلاص لني بيچا تبرو يتسرى النغر ونجي منقبلو باكسيون يتسرى وسط الغبام زور ارغولني يلا الله سبحانه وتعالى زور ارغول بيچا مكو ادلم جهنم منقبقال سلازي عباده سنتادرغ باخلاص አላህን ብቻ ማምለክ እንዳለብን ሱረቱ ፋቲሃ ያስተምረናል። ቀጥሎ ኢያከ ነዕቡዱ አለ አይደል? ቀጥሎ ምን ይላል? ወኢያከ ነስተዒን ባንተ ብቻ እንታገዛለን ይላል ነው። ሱብሃንአላህ። አዎ መታገዛለን በአላህ ነው። አሁን ያያችሁም ከዚህ ቀደም ባየናችሁ ፕሮግራሞች ያየነው ትዝላችኋል አይደለም? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላትን በእኔና በባሪያ መሃል ግማሽ ለግማሽ አደረኳት አለ። ፋቲሃን ነው ሰላት ብሎ ይጠራት። እና ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ሚለው ቦታ ሲደርስ ኢያከ ነዕቡዱ ሚለው የኔ ነው አለ አላህ፣ ወኢያከ ነስተዒን ሚለው ደግሞ ይሄ የባሪያዬ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አሁን ምን ያደረግነው ፋቲሃ ስንቀራ ያ አላህ አንተን ብቻ ነው ማመልከው የፈጠርከኝም ለዚህ ነው ይሄ ያመልከው ነው ያ አላህ አለ። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ወኢያከ ነስተዒን ባንተ እንታገዛለን እገዛህን እንፈልጋለን እርዳታህን እንፈልጋለን አትለየን ያ አላህ ይያሉ እየተማጸነው ነው። ሱብሃንአላህ። ኢንሻአላህ ነው በፊት የምጣበት እንችላለን ቢኢዝኒላህ። አዱዓ ወመኹል ዒባዳ ዱዓ የዒባዳዎች ሁሉ መቅኔ ነው። በያ አዱዓ ሁወ ለዒባዳ ዒባዳ ማለት ዱዓ ነው። በቃ ዱዓ ነው፣ አላህ መለመን ነው። ስለዚህ ሰላትም በለው ጾምም በለው ዘካም ሐጅም ተውሂድም እኛ የምናደርገው ነገር ሁሉ ምንድነው? ለምናና ነው ማለት አላህ መማጸን ነው። በቃ تلك عبادة نطب لالله من معصن اني مسكين اني ضعيف اقمي ليلن شجرتنيا من مالاوك هلون اواكي هلون شا هلون متاوك هلون متشل هلون اقل يالله يا الله الحيان نت يا وراه يتناقرك يا راس دكامان نت اقم بيس نت شجرتنيا نت يا وك قلب ودا الله يملس اينو تلك عبادة اينو ስጁድ ምን ነው ደለ ብራስተሩስኪ ስጁድ ምን ነው ደለ ሰላታችን ላይ ሩኩዑን እናገነብሳለን ምን ምዳቱን ፊታችንን ዲ ስንቴን ምን ተራርጋት አሁን ስንቴ ተርጋለ ፊቴ ነው ሱብሃንአላህ ምን ቀባባት ፊት ሁሌ በመስታወት ምናያት ፊት ሁሌ ምን ተጣጣባት ፊት የማይነታችን መገለጫ የሆነቻ ፊታችን መታቃቆ የሚነሳው ፎቶግራፍ ሲነሳ ፊት ያለበት ነው። እጄ ብቻ ቆይ ይነሳ ወይ ግራ ይነሳ ፊት ነው የሚነሳው።
የሰው ሰው መሆኑን መታሳያዋ በጣም ሚሳሳላት አይን ያለባት ብርቅዬ አይ ብርቅዬ ጆሮ ያለባት ብርቅዬ ምላስ ይሁን ዳፍንጫ ውበት ሁሉ ነገር ያለባትን ፊታችንን አፈርደችና ባላታለም ሱጁድ ያወረድን ወረጅ ለአላህ ስጁድ ወሬትን ጥላታለን ከመን ካፈርደ ግጥም ከመሬት ወገል በእግራችን ምርብጦ መሬት ቆሎ ወረጅ ስጁድ ለአላህ ምን ማለታችን ያ ጀማተል ኸይር ያ አላህ እኔ በታች ነኝ እኔ አቀመ ቢስ ነኝ እኔ ደካማ ነኝ ያ አላህ እያለው አላህን እየተናነስንለት ነው እየተዋረድንለት ነው ያ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህ ስሜት ነው በእኛ አእምሮ ውስጥ መምጣት ያለበት በእንደዚህ አይነት ኢራዳ ቦታ ላይ ሁሉም ይህ ስሜት ከእኛ ጋር እንዲሆን አላህ ከእኛ የሚፈልገው ለዚህም ብሎ ወሳኝ ከሞ ስለሆነ አላህ ይህ ወሳኝ ስለሆነ ሱረቱል ፋቲሃ ውስጥ አደረገው ወእያከ ነስተዒን ሸይጣን ኢብሊስ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የጀሃነም ያደረገው ከረህመቱ ያራቀው የተቆጣበት በምኑ ነው በምን መሰላችሁ አላህ ያዘዘውን ነገር ለአላህ ተናንሰ ተዋርደ ፈጽም ሲባል አልፈጽም አለ ፈስተክበር ኩራ እንዲህ አለ ኩራ ኩራተኛ ሆነ እንጂ እኮ አላህን እኮ ያውቃል ሸይጣን እኮ አላህ በደንብ ያውቀዋል ያአላህን አላህነት እኮ ያውቃል አላህ አይክድም ሸይጣን አላህ አልካደም አላህን ያውቃል የአላህን መመሪያ ግን አልፈጽምም አለ ሸይጣን እኮ ምን ያውቃል ይሄን ብቻ አይደለም ካሁን በኋላም ያለው ሀያት ምን እንደሚጠብቀው ያውቃል ሁሉን ነገር ያውቃል ስለሚያውቅም ነው አላህ ከራህመቴ አባርሬሃለሁኝ የጀሃነም አድርጌሃለሁኝ እኔን ከማምለክ ስለኮራህ ብሎ ስለ ሸይጣን ምን አለ ረቢም ጠብ ስጠኛል ጊዜ ስጠኝ መቃውና ትግደረኝ እሺ ተለማኙ አላህ መሆኑን ያውቃል ሁሉ ነገር አድራጊው አላህ መሆኑን ያውቃል እሺ በቃ ትንሽ አቆየኝ እሺ አሁንት ትግደለኝ ትንሽ አቆየኝ አለው ምን በቃ አንተ ምስከመጭን ተቆያለ ያ አደው ልጆችን አጠፋለሁ አለ ወዘተ ይቀጥላል ስለዚህ አንድ ሙስሊም ሙስሊም ያስብለው አንድ ያላህን ባሪያ ሙእሚን ያስብለው አላህን ማወቅ ወቀቱ ብቻ አይደለም ይግድ ለአላህ መተናነስ አለበት መዋደቅ መዋረድ አለበት ወእያከ ነስተዒን ባንተ ብቻ ነው መታገዘው እኔ አጋዥ የለኝም ረዳት የለኝም ምንም አቅም የለኝም ያ አላህ ሁሉም ያ አላህ ለምን ይገባል ኢንሻአላህ የዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ይጠናቀቃል በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም በዚህ ርዕስ ማለት እስክንገናኝ ድረስ ሁላችንም በእያለንበት አላህን እንምናጸን ለአላህም እንዋደቅ ለአላህም እንተናነስ ሁሉም አላህን ለሁሉም ነገራችን አላህን እንለምን ሰዎች አላህ ያድርገን ኢላለሁኝ ወቢላሂ ተውፊክ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحيني لأرفع راية التوحيد والدين